السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل الشكل دوت على برنامج الريفت ده مبنى السي سي تي في هيد كوارترز. طيب خلينا نيجي هنا. اول حاجة اعملها ان انا اخش هنا في الليكيشن. طيب اليونت هنا هقول له يونت واقول له خليها بالمليمتر او بالمتر. اوكي. طيب انا هفترض ان الجزء من هنا لهنا ده مثلا في حدود 6 متر مثلا، وده مثلا من هنا لهنا 6 متر. يبقى هلغي ديت. اوكي، واخد دي كده كوبي من هنا لهنا مثلا بالشكل دوت، وهقول له ده خلي اسمه 2 وده خلي اسمه 3 وده 4 مؤقتا، وبعد كده نقدر نعدل الاسامي دي في اي وقت. طيب دلوقتي انا هاجي هنا في ليفل 1، وبعد كده هروح لماسنج واقول له امبليس ماس. اوكي، ليفل 1، وبعد كده هقول له موديل واقول له ان انا عايز ارسم القاعده بتاعتي اهيت، وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم في الليفل الاخير الجزء دوت هنا لهنا مثلا بالشكل ده، واقول له اعمل سيلكت عليهم. تعال اشوفها في ال 3D. طيب هنرجع هنا برضو، ممكن تعمل حتى في 3D في 2D مش مشكلة. طيب هبدأ اقول له بقى اعمل لي موديل للتفريغ دوت. احنا كده رسمناها كلها جزء واحد، ممكن بقى نقول له من هنا لهنا مثلا انا عايز التفريغ من الدور الاول ليه هنا الجزء دوت اللي هنعتبره قبل الاخير او التالت. بعد كده هقول له ان انا هنا عايز من ليفل 1 هرسم تفريغه كده مثلا، ماشي، واقول له عند ليفل 3 اعمل لي تفريغه اصغر. ممكن تخليها ماشيه مع الخطوط بتاعه الدور الدور دوت او براحتك زي ما انت عايز. ممكن اقول له هنا بقى ايه اعمل لي فولت. تمام، تعال نشوفها في 3D اهي بالشكل دوت. طيب خلينا نرجع هنا واقول له ان انا بقى عايز اعمل موديل، واقول له هنا في الدور الثاني من هنا لهنا وفي الدور الاخير هيبقى برضو حاجه مثلا من هنا. وبعد كده اعمل سيلكت على ده وعلى ده كلها لاينز، واقول له اعمل لي الفويد، فيطلع معايا المبنى بالشكل دوت. وتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز، يعني تقدر تجي على اي جزء تقدر تعمل عليه سيلكت وتعدل فيه كما تشاء. يعني تقدر تعمل سيلكت مثلا على الجزء دوت وتلاقي عندك ان انت تعدل تكبر او تصغر دوت زي ما انت عايز، مفيش مشكله خالص. انا شايف مثلا ان احنا ممكن نيجي هنا على الجزء دوت ونسحبه لتحت شويه كده اهو، وده برضو ممكن تطلعه فوق شويه كده بالشكل دوت.